بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فموضوع حلقتنا هذه هو التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية، فنقول هو شيخ الإسلام الحافظ المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي. ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتاري على البلاد إلى دمشق سنة 667 هجرية. أخذ الفقه والأصول عن والده، وسمع عن خلق كثير منهم الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين ابن المنجى والمجد بن عساكر، وقرأ العربية على ابن عبد القوي، ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه وعني بالحديث، وسمع الكتب الستة والمسند مرات، وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم، ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك، ورد على أكابر المتكلمين والفلاسفة، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 20 من السنين. تضلع في علم الحديث وحفظه، وكان سريع الحفظ قوي الإدراك، آية في الذكاء رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. كان والده من كبار أئمة الحنابلة، ولما مات خلفه في وظائفه وكان عمره 19 سنة، فاشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير القرآن الكريم أيام الجمع من حفظه. قال عنه الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار، وكان من معاصريه: لقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم شرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آية منها. وقد منحه الله تعالى معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل واحد منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود، حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن جميع المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه، وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم يغلظ عقله بالجهل والهوى، انتهى. وقال أيضا: وأما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها، وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده، بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره، ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث
وأقوال العلماء ونقد بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها وبإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب، وربما ذكر ناظمها، وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر، ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ وهو مشغول بما يلقيه من العلوم من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن، بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامعيه وناظريه، فلا يزال كذلك. وكنت أراه حينئذ كأنه صار بحضرة من يشغله عن غيره، ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول. وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي ويسلم عليه، ولا والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه، حتى إذا كان أورد شيئا من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره من حديثه يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه، ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كان. وقال رضي الله عنه: كل قائل يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من درسه يقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمث، كأنه لقيهم حينئذ، وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقال مع ذلك الحال. ولقد كان درسه الذي يورده حينئذ قدر عدة كراريس، وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقني عليه كل حاضريه، وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم، علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام المسلمين. انتهى كلام البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب مشهور مطبوع ومتداول. وبهذا القدر نختم هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث معكم عن هذا الحبر الجليل وعن علمه الغزير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.